هدوو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 و
هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. ملفات سرية. سنة 1982، لاحظ مستمع الراديو محطة غريبة على الموجة القصيرة للبث. المحطة دي بتبث صوت طنين لعدة ثواني متواصلة، وبعدين بتعمل صوت زي صوت السفينة. لاحظ مستمع الراديو محطة غريبة على الموجة القصيرة للبث. المحطة دي بتبث صوت طنين لعدة ثواني متواصلة، وبعدين بتعمل صوت زي صوت السفينة. وبيرجع من جديد صوت الطنين من جديد مرة تانية، وهكذا. وده بيحصل بمعدل 25 طنة في الدقيقة الواحدة. حاجة كده صداع ما تقدرش تتحمل تسمعه دقيقة على بعضها. ومحدش كان فاهم ايه الهدف من المحطة دي تقريبا خالص. كل موجات الراديو بتلقطها ومحدش بيفهم حاجة، فالمستمع بيغير المحطة وخلاص. سنة 1977 بتتحول المحطة دي من مجرد شيء عابر لأهم محطة في الراديو، محطة UVB 76، أو محطة الأشباح الروسية زي ما هو معروف عنها. سنة 1997 سمع بعض المستمعين من المحطة دي صوت واحد بيتكلم باللغة الروسية، بيقول كلام عجيب وبيذكر أسماء وأرقام كأنها شفرات، كلام ملوش تفسير ولا معنى. وتم تسجيل الصوت اللي ظهر من بث المحطة وكل اللي تحصل عليه المستمعين وتم تسجيل الصوت اللي ظهر من بث المحطة كل اللي اتحصل عليه المستمعون او لفت انتباههم بمعنى اوضح هو الرمز اللي قاله الشخص الروسي وكرره كتير، وعشان كده تم تسمية المحطة UVB 76 او محطة UVB 67. خلال البث بالرمز ده كله ربط الموضوع بالرقم ده، ومحدش عارف ليه الراجل الروسي قاله. هل ده مثلا تعريف ما بوظيفته او بوجوده في مكان التعريف ده من خلال ارقام؟ محدش قدر يفهم يتوصل لحاجة. هل دي شفرات بتدل على شيء ما؟ وفضل اللغز قائم زي ما هو، وده خلى الناس تهتم بالمحطة اكتر وتركز اكتر ان هما يستنوا يلقطوا ويسجلوا اي اصوات تظهر من جديد. وعلى مدار عدد من السنين بعدها، في مجموعة من الناس قالوا ان هما سمعوا اصوات خبط ودوشة، وناس تانية قالوا ان هما سمعوا صوت موسيقى، وبالتحديد هي احدى مقطوعات مؤلف الموسيقى الروسي الشهير تشايكوفسكي، التراك او المزيكا او المقطوعة الشهيرة باسم بحيرة البلع. اهي بحيرة البجع دي اشهر مقطوعة موسيقية من تأليفه، وواحدة من اشهر المقطوعات الموسيقية في العالم. ناس تالتة قالوا ان هما سمعوا صوت واحدة ست بتتكلم روسي كمان، وكمان بتكرر رموز وارقام ملهاش معنى ولا تفسير، وده زود فضول الناس واستغربهم، وزادت علامات الاستفهام على هذه المحطة المريبة. نوفمبر 2001 حصل حاجة جديدة وكالمعتاد غريبة وعجيبة. الناس اللي بقوا مراقبين المحطة وقاعدين لها كانوا مستنيين يلقطوا أي شيء جديد. قدروا يسمعوا ويسجلوا صوت لشخصين بيكلموا بعض وكأن هما بيتكلموا من مكان بعيد، زي بالظبط لما تكون فاتح السبيكر
وبتكلم حد على التليفون وتقوم تكلم حد تاني قدامك، صوتك بيبقى ظاهر للي على التليفون كأنه جاي من بعيد. هو ده اللي الناس سمعوه، كأن الاتنين دول اللي ظهر صوتهم من خلال البث كانوا بيتكلموا مع بعض وفي مايكروفون بعيد عنهم، والمايكروفون ده لقط صوتهم فطلع من خلال البث، يعني شيء مش مقصود. وكان واحد بيقول للتاني برضو بالروسي: أنا 143 مش عارف أستلم المولد. فالتاني رد عليه وقال له: الحاجات دي موجودة في غرفة الأجهزة، في حد هيبعتها لك. الكلام لمرة جديدة ما كانش ليه معنى، وطرح أسئلة أكتر وفضول أطول وأكبر أشد: مولد إيه وبيجي منين؟ هل دول عمال في شركة كهربا مثلا؟ وإيه حكايتهم؟ لكن في الآخر ما كانش فيه إجابة لأي أسئلة. من سنة 2001 ل 2009 ما حصلش حاجة غريبة، لا المستمعين ولا الفضوليين اللي بيراقبوا المحطة سمعوا صوت حد، ولا حد بيكلم حد تاني، ولا مزيكا، ولا أي حاجة غير الطنين المزعج. سنة 2010 بيحصل شيء أغرب، بث القناة بيختفي ويتوقف لمدة 24 ساعة. بعد ما فضل 28 سنة كاملة شغال، تخيل، من 1982 ل 2010 شغال بدون توقف، ما قطعش ثانية واحدة. في لحظة انقطاع بث المحطة ليوم كامل تعتبر شيء غريب بالنسبة للمهاويس واللي كانوا متابعين الموضوع، وساب سؤال جديد في نفوس مثل هؤلاء المهاويس، ومحدش قدر يفهم ولا يعرف ليه البث وقف فجأة ويوم واحد ورجع بعدها يشتغل من جديد. وبسبب غرابة المحطة قرر متخصص في موجات الراديو والإشارات أنه يعمل ستريم أو نقل الإذاعة وبث المحطة على الإنترنت. لو دخلت على جوجل وكتبت بث مباشر لإذاعة الأشباح الروسية هيظهر لكم البث وتقدروا تصدعوا نفسكم بسهولة. المواقف الغريبة موقفتش عند هنا، في 25 أغسطس من نفس السنة سنة 2010 بيرجع البث يقف ويتعطل من جديد، والمرة دي مش ليوم واحد، إنما تعطل واختفى لحد يوم 7 سبتمبر. ساعتها البث رجع من جديد بموقف أعجب وأكثر رعب وغرابة. ساعتها ظهر صوت راجل بيتكلم بالروسي من جديد وبيقول شفرة جديدة كلها أرقام. بعدها بشهر بيرجع يظهر صوت راجل من جديد، بس المرة دي مش لوحده، كان بيكلم واحدة ست في حوار تستشف منه انه بيكلم سكرتيرة او مديرة اعماله او حاجة كده ما شابه يعني، وبيبلغها بتعليمات معينة وهي بترد عليه بالاستجابة على طلباته. واستمرت المحادثة مدة طويلة، وكانت اكبر محادثة تظهر من خلال بث هذه القناة المريبة. وبعدها رجع الطنين من تاني، وعلى فترات كان بيتكسر الطنين ده بأصوات خبط أو مزيكا تظهر لثواني بسيطة وتختفي ويرجع الطنين المزعج يفرض سيطرته. ولحد اللحظة دي في 2024 لسه صوت الطنين مستمر. الطنين ده في ناس أصيبوا بالإدمان الكامل ليه، لدرجة إن هم حاطين الهيدفونز في ودانهم وموطين الصوت على ليفل معين، وبيقولوا لما بيتوقف الطنين أو بتتوقف أجهزة الإرسال أو بيتوقف العمل الجهاز اللي بيسمعه من خلاله بيصابوا بحالة نفسية سيئة جدا، وكأنه أصبح إدمان لمثل تلك الموجات. في بعض الاختصاصيين في الموجات والإشارات حاولوا يحللوا الطنين ده، يمكن يلاقوا من خلال الطنين ده رسائل مخفية فيعرفوا سر الإذاعة المرعبة. ومع تقدم التكنولوجي قدروا يحددوا مكان البث، وكان من مدينة روسية اسمها بوفاروفا، وكان من قبل انقطاع البث لتاني مرة بيوم واحد. لما البث رجع من جديد اتغير مكان البث وأصبح موجود في موسكو بداخل منطقة عسكرية. لحد دلوقتي لغز المحطة قائم، لحد دلوقتي التكهنات والتحليلات حواليه لا تنتهي. اللي قال دي المخابرات الروسية، واللي قال ده شغل جن وعفاريت، واللي قال ان القوى العظمى في العالم بتتحكم في بنك المعلومات العالمي وغيرها وغيرها من التخمينات، واللي اشار باصابع الاتهام للماسونية.
حكيناه ده هيخلينا نروح لحاجة مهمة جدا ممكن يكون سمعنا عنها، البعض منا سمع عنها والبعض ممكن ما سمعش، ظاهرة الصوت الإلكتروني EVP Electronic Voice Phenomena، ظاهرة الأصوات اللي بتلقطها أجهزة التسجيل بمختلف أنواعها وملهاش أي تفسير ولا أي مصدر، ولا حتى الأصوات دي بيكون لها تردد عادي زي ترددات الأصوات العادية، هي موجات واطية جدا أو عالية جدا جدا. المؤمنين بالظاهرة دي بيعتقدوا أن الأصوات اللي بتسجل دي بتكون أصوات الموتى أو أصوات من العالم الآخر بتحاول التواصل معانا علشان تقول لنا حاجة، خصوصا أن الأصوات دي مش بتتسمع في أثناء التسجيل ولكنها بتتسمع بس وقت لما ترجع تسمع التسجيل اللي تسجل بالفعل. الموضوع ده بدأ لما العالم الشهير وصاحب الاختراعات العظيمة والعديدة أديسون كان بيهزر مع أحد الصحفيين وقال له أنه بيشتغل دلوقتي على اختراع جهاز يستخدمه عشان يتصل بالموتى، ورغم أن الموضوع كان هزار ودعابة إلا أنه لفت نظر ناس كتير لفكرة، هو احنا نقدر فعلا نتصل بالأموات ونسمع صوتهم؟ في الخمسينيات العالم فونس لازي اتحمس جدا للفكرة وصمم جهاز بسيط مكون من كابينة مقفولة وفيه مايكروفونات متوصلة بجهاز تسجيل وسماعات خارجية، وده بمساعدة العالم ريموند بالز، وبدأ التسجيل. خلال عملية التسجيل ما لاحظش السلازي أي صوت خالص، صمت تام جوه الكابينة المقفولة المعزولة، ولكن المفاجأة لما وقف التسجيل ورجع يسمع اللي تسجل اتفاجئ بأصوات غريبة متقطعة ما كانش ليها أي مصدر، وبالرغم انه مؤمن بالعلم والابحاث البحتية فقط وغير مؤمن بالروحانيات وعالم ما وراء الطبيعة تماما، اعلن ان الاصوات دي هي اصوات لارواح، ونشر هو وبايلز دراسة علمية عن هذا الموضوع. سنة 1979 نشر كتاب بعنوان اتصالات هاتفية مع الموتى Phone Calls from the Dead. سنة 1959 المخرج السويدي فريدريش جورسن كان بيصور فيلم قصير عن صوت تغريد العصافير وسجل أصوات العصافير بالفعل، وهو بيسمع التسجيل اتفاجئ بأصوات أدمية ظاهرة في الخلفية، بيقول كنت بسجل في مكان نائي مهجور تماما في وسط الغابات مفيش أي شكل حياة فيه غير للحيوانات، الصوت ده كان صوت راجل مجهول بيتكلم بلغة غريبة أقرب للغة النرويجية، عرض الصوت على الجمهور عشان يتأكد انه مش هو بس اللي سمع الصوت، والموضوع أثار اهتمام الجميع، نسي مهنته الأساسية في الإخراج وانطلق في أبحاث عن مصدر الأصوات دي، سجل أكتر من 100,000 تسجيل صوتي كانوا بيحتووا كلهم على أصوات تشبه الأصوات البشرية بلغات متعددة، بدأ بعدها يسجل أسئلة ويستنى الأصوات ترد عليه، والكارثة والمرعب أن الأصوات فعلا كانت بترد عليه، ولكنها كانت بترد بإجابات ملهاش علاقة بالأسئلة اللي بيسألها، الناس هجموه واعتبروا ان التجربة فاشلة لان الاصوات ما كانتش بتجاوب على الاسئلة اللي بتتسئلها بالظبط، وزي ما قلنا دي ما كانتش شغلة المخرج السويدي الاساسية. ما اللي حصل انه مل وزهق من الموضوع ونسيه وقفله تماما، ده بعد سنين طويلة من محاولة اثبات اي حاجة خاصة بالاصوات اللي كان بيسجلها. ونروح لسنة 1980 العالم ويليام أونيل اخترع جهاز سماه لاقة الأرواح، وفي سنة 1982 أعلن ويليام أنه تمكن بالفعل من إجراء محادثة مع روح واحد ميت باستخدام جهازه، ونشر مواصفات جهازه عشان أي حد يجرب يعمل زيه بلا أي مقابل، محدش قدر ينفذ الجهاز بنجاح الحقيقة ولا حد قدر يسمع أصوات غير ويليام، بعدها اتقال أن ويليام الوحيد اللي سمع الأصوات دي وقدر يعمل المحادثة دي لأنه بيتمتع أصلا بشفافية أعلى من البشر الطبيعيين. وفي نفس السنة سنة 1982 أنشأت سارة آيستب الرابطة الأمريكية لظاهرة الأصوات الإلكترونية، وهي رابطة لا تهدف للربح ولكن تهدف لتوعية الناس بهذه الظواهر. أكدت سارة وقتها أنها بتسجل الظاهرة دي من سنة 1976 وقدرت أنها تسجل رسائل صوتية من قرايبها وبعض أصدقائها اللي توفوا جميعا، وعندها كمان تسجيل صوتي لرجل من القرن الـ18 وأصوات تانية لناس ما تعرفهمش، وقالت إنها لقطت موجات تانية كمان غريبة اتفسرت على إنها جاية من خارج الكوكب وبتقدر تجري معهم حوارات لو كانت اللغة واحدة وكمان بيقدروا يردوا عليها. دي بعض من تسجيلات سارة المقتضبة جدا. أول واحد
صوت بيقول calm down, we must do good. تسجيل تاني واضح الصوت فيه بيقول Sarah, we have a hundred. يعني احنا عندنا 100. وده تسجيل صوت بيقول فيه we are made of K4 zero. وده غالبا اسم المادة المصنوع منها هذا الكائن، ومحدش عارف هي ايه لحد دلوقتي، عشان كده بيزعم البعض ان الرسالة دي من كائن خارج كوكب الارض. التسجيل اللي هنسمعه دلوقتي بتقول عنه سارة انه تسجل من تليفون هاس الساعة 5:15 الفجر يوم 27 يناير سنة 1994. كانت قاعدة على مكتبها وبتشتغل وجالها اتصال، وده كان غريب طبعا لانه وقت مبكر جدا من اليوم. الاتصال جه من راجل مات سنة 1974، يعني الاتصال بعد 20 سنة من وفاته. الراجل ده يدعى كونستانتين روديفيه، كان مهتم برضو بتسجيل أصوات الموتى وبظاهرة الأصوات الإلكترونية، وبيعتبر من أشهر الناس في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. لما رفعت سارة السماعة سمعت رسالة مسجلة بتقول اتصال من كونستانتين روديفيه، ده اسم الشخص الميت. فضغطت على زرار تسجيل المكالمة بسرعة لأنها موصلة جهاز تسجيل بتليفونها، وسألته يعني وقالت له ازيك يا مستر روديفيه. سمع سؤالها ورد عليها وقال لها I'm as fine as a dead one can be. أنا كويس بقدر ما أي حد ممكن ميت يقدر يكون كويس. وكمل كلامها وقال لها عزيزتي سارة، شكرا على كل الشغل اللي عملتيه، احنا فخورين بيكي وكان لازم نوصل لك ده. وده كان الاتصال الأول منا بيكي ولازم أقطعه دلوقتي. أنا كونستانتين روديفيه اللي بكلمك. رصدت سارة بعدها مكالمتين تانيين لأعضاء رابطة ظاهرة الصوت الإلكتروني، وكان بيسبق اتصاله دايما نفس الرسالة المسجلة اللي بتنبه انه اتصال من كونستانتين روديفيه. I'm fine as a في مارس 2003 الباحث في علوم ما وراء الطبيعة ألكساندر ماكري صمم جهاز سماه جهاز ألفا علشان يسجل بيه الأصوات اللي بتكون تحت مستوى سمع الإنسان الطبيعي ويحللها ويختبرها. الاكتشاف ده سبب هوس عند الناس، خصوصا لما كانوا بيسمعوا بنفسهم التسجيلات اللي كان الجهاز بيرصدها. نشر ألكساندر نتيجة أبحاثه سنة 2005، واستمر الهوس بالموضوع ده، وتضاعفت أهمية الجهاز ده لما بدأوا المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة يربطوا بين الجهاز ده وطرق العثور على الأشباح أو اصطيادهم كمصطلح شائع لصائدي الأشباح، واخترعوا جهاز اسمه EVP Meter بيستخدم في تحديد أماكن تواجد الأشباح في الأماكن المختلفة وبيسجل أصواتهم. وحاليا موقع زي موقع International Ghost Hunters Society موجود عليه مئات التسجيلات الصوتية والمرئية في بعض الأحيان لأشباح تم رصدها في أماكن مهجورة أو مسكونة. اسم الويب سايت تاني International Ghost Hunters Society. ونروح ليناير 2007، رابطة صائد الأشباح في نيويورك The Central New York Ghost Hunters جات لهم دعوة للتحقق من وجود أشباح في فندق قديم بنيويورك تم افتتاحه في أواخر القرن الـ18. أصحاب المكان كانوا عايزين يتحفظوا على اسم الفندق. الباحثين في المجال ده متعودين على النوع ده من الدعوات، وبيقولوا إن هما في الغالب لما بيروحوا يحققوا في المكان لا يرصدوا أي شيء، والموضوع بيكون مجرد أوهام أو بيكون سبب
الأصوات اللي الناس بتعتقد إن هما بيسمعوها سببه إن أي شيء غير إن المكان مسكون، تكييف بايظ مثلا، شجر بيخبط في الشباك مع الهواء. ولكن المرة دي كان الموضوع مختلف تماما، لأن جهاز الـ EVP اللي مع المجموعة اللي راحت تحقق في المكان ده سجل واحدة من أغرب وأعنف التسجيلات في تاريخ ظاهرة الأصوات الإلكترونية. التسجيل رصد أصوات خبط وطقطقة، صوت دقة ساعات قديمة على الرغم أن الفندق كله ما فيهوش ساعة قديمة واحدة، وأصوات خطوات أقدام، وأصوات ستات بتتكلم، وصوت راجل بيظهر كذا مرة على فترات متقطعة، وبعدها بيسجل صوت هجوم عنيف جدا وحاجات بتقع وتتكسر، وصوت أشبه بصوت ضرب نار بشكل متتالي، وصرخات وكأن في حد قتل الست اللي كانت بتصرخ. احنا جبنا لكم التسجيل ده، تعالوا نسمعه مع بعض. الحاجة المهم اننا نذكرها ان المحققين وهما بيسجلوا ما كانوش بيسمعوا اي حاجة من اللي احنا سمعناها دي. كل الاصوات دي بتتسمع لما بيرجعوا يشغلوا الريكورد تاني اللي تسجل ويشوفوا فيه ايه. بالبحث عن تاريخ الفندق والسجلات الجنائية لقوا ان الفندق ده في اواخر سنوات القرن الـ18 بعد افتتاحه شهد فعلا عدد من الهجمات العنيفة، حصل جواه اكتر من جريمة، اتقتل فيه عدد من السيدات بطلق ناري بالفعل، واحدة منهم جوزها اللي قتلها وبعدها بفترة انتحر. كان التفسير ان الاصوات اللي سمعناها من شوية واللي المحققين سموها بترجع لهذه الحادثة على وجه التحديد. واحد من المواقع المهتمة بعالم ما وراء الطبيعة نشر دعوة للمهتمين بظاهرة الاصوات الالكترونية وسمع اصوات العالم الاخر، وكانت دي دعوة خصوصا اصوات الاحباء اللي توفاهم الله، وارسال اي اصوات يقدروا يرصدوها في منطقة المقابر للموقع. وكانت الخطوات هي الذهاب للمقابر في الصباح الباكر وتجنب الذهاب بعد غروب الشمس. الشخص اللي رايح ياخد معاه جهاز تسجيل ديجيتال، ويفضل لو ليه مايكروفون خارجي. يفضل ان الشخص اللي رايح ياخد معاه حد ما يروحش لوحده. التأكد ان مفيش زوار تانيين في نفس الوقت اللي زيارته للمقابر عشان اصواتهم ما تظهرش في التسجيل. يجهز اسئلة في دماغه ويفتح التسجيل ويسأل ويستنى وقت مناسب للرد وما يتسرعش في الكلام، لأنه مش هيسمع الرد أصلاً وهو بيسجل. لو رصد اي اصوات بترد عليه في التسجيلات يبعتها على طول للموقع، واذا بالموقع يتلقى مئات التسجيلات اللي بيعتقد انها لاشخاص موتى. منها التسجيل اللي هنسمعه ده لشخص بيقول هاي يو لوك اوفل، وطبعا الصوت التردد بتاعه منخفض جدا فصعب انك تسمعه بوضوح او تفسره بوضوح كامل. تسجيل كمان اعتقد ان ده اوضح شوية لان تم تبطئته علشان الكلام يظهر اوضح. الصوت اللي بيظهر بيهمس وبيقول How do we get out؟ او ازاي نخرج برا؟ والتسجيل الثالث والاخير اللي هناخده من نفس الموقع تسجيل صوت بيقول I'm right here، انا هنا اهو. مجموعة من العلماء أكدوا فعلا أن دي أصوات غير بشرية من كائنات هائمة حوالينا،
اللي احنا بنقول عليهم هوام الجن واحنا ما بنحسش بيهم. مجموعة تانية كان ليها تفسيرات أخرى، زي مثلا الأصوات دي ممكن تكون ناتجة عن الدوائر الكهربائية الموجودة في معدات التسجيل، فممكن من وجهة نظرهم تكون الأصوات دي من موجات الراديو. فريق تاني من العلماء قال إن العقل البشري بيحاول تقريب أي صوت غامض أو عشوائي لأقرب كلمة مثلا منه. فمثلا لو سمعت حد بيقول فا، فممكن أنت تسمعها مثلا وعقلك يقولك إنه بيقول فار. ناس تانية قالوا إن وارد جدا تكون الأصوات دي نتيجة إن الأجهزة المستخدمة في التسجيل بتبوظ أجزاء من التسجيل، فبتطلع مشوهة بالشكل ده، فيتهيأ لك إن حد بيتكلم. يعني الرأي الأخير ده بصراحة مش منطقي، لأن الأصوات اللي تم رصدها ما ترصدتش باستخدام جهاز واحد ولا حتى من ماركة واحدة ولا في فترة زمنية واحدة. على فكرة الظاهرة دي اتذكرت كتير في العديد من الأفلام والمسلسلات الأجنبية. عندك مثلا Ghost Whisperer، عالم الأشباح كمان، زي مسلسل White Noise. كل دي أعمال اتحدثت واتكلمت عن موضوع الأصوات من العالم الآخر. وهنختم بالتسجيل الصوتي اللي أنا ذعته، أنا بعتبر أنا ذعته كتير. والتسجيل ده ملوش علاقة بقى بأوروبا وأمريكا والدول المتقدمة، ده ليه علاقة بناس كانت بتنقب وكانوا بيرصدوا أصوات وموجات طبيعية بطبيعة الحال، وهم بينقبوا وبيشوفوا الطبقات الأرضية، وإذا بيهم يرصدوا هذا الصوت المرعب. البعض قال دي أصوات طبقات الأرض وده شيء عادي، والبعض قال إزاي تكون دي أصوات في طبقات الأرض، دي أصوات ناس بتتعذب بتتحرق، الناس دي تحت الأرض. والبعض الآخر قال دي أصوات عالم الجن. الصوت ده متعب للأعصاب وحاد جدا، شغل منه جزء بسيط وأنا شغلته قبل كده، بس قولولي ده إيه؟